على خاطر صحتكم عزيزة علينا الناس الكل وعزيزة عليكم انتوما زيدا كيف كيف لازم تردوا بكم على صحتكم. اليوم حاولنا هكا مش نمشيو بكم للأعماق نظرا للعودة المدرسية وزيدا كيف كيف نربطوها ديما براتيكمون في آخر أسبوعين قاعدين نربطوا في المواضيع بالعودة المدرسية. برشا نسي هكا تنجم تحس بأعراض التعب وجاعة في الساقين تقولك أنا من الوقفة وجعتني ساقية ورجعنا نخدمو سي بون فيت سيونس يونيك دونك براتيكمون فما شكون يخدم الصباح حتى العشية تقولك نحس بوجاع في ساقية. شنو محل هالوجاعة ذي شنو هي بالضبط؟ نحاول نعملو دياغنوستيك وخاصة العلاج متاعها. حاضرة معنا ذيك علاش أخصائية العلاج الطبيعي إكرام سرحاني، مرحبا بك على موجات راديو الحياة فان. بونجور مريم، مثلا نهارك زين. يعيشك، صباح النور اكرام. دونك يعيشك اكرام، انت اسمع انت متينا اليوم من 6 نتاع الصباح ديجا مبشره الخدمه نتاعك وكخذينك على الطاير الحقيقه. احنا والله ان شاء الله نهارك بكل فرحه مريم. يعيشك اكرام. دونك اليوم موضوع قلنا مهم جدا خاصه للنساء اللي تسمع فينا اللي يقول لك جينيرالمون ديما انا من الوقفه نحس بوجاع في ساقية، اللي فما شكون يسميوهم جينيرالمون تقول لك عندي اثفر في ساقية. شنو هو الحقيقة متاع المرض هذية وكيفية العلاج؟ مرسي مريم على استفادتي معاي في اليوم أسي حسبك المزينة هيجي والبنين بالمونيسة هذية الغنطخي سكولير نسلم على كيف لي تاري التربوي ونقول له صلى الله عامة كله نزيح للتلين ذمتيعنا للطلبة للمعلمين وللسيدة وخاصة العودية. اليوم نحكيه على صرف ساقي اللي هو احنا كيف نمشيه على ساقينا مش نعرفه على قدم نتاع الساق، نعرفه على صيبة نتاع ساقينا وعلى الطالون نتاع ساقينا. بالطول تلمون ديما نقفو على ساقينا ونعملو سورميناج ونعملو ديتونسيون ترو يصير كيما معناتها العظم نتاع الساقين هذيك يصيرو نمو غير طبيعي دو فاسون بوانتو اللي تخليه يخرج كيما الصفر. اي وحنا كي نبداو نمشيو باش نعرفو على الصويبه وعلى الطالون فما اللي يربط بيناتهم اللي هو تسمى لابينفغوز بلونتيغ يصير لها برشا سورشارج تعملها انفلاماسيون في الطالون. بي تعملنا الوجيع في الساقين اللي هو تسمى الصفر في الساقين. وهذه كلام الدياغنوستيك نتاعها تصير عن طريق الطبيب يمشي يشخصها لك والا لازمك تعمل ديجا تصويره باش تفهم اسكو اكزاكتومون انت عندك هذا الصفر في الساقين؟ هو الصفر في الساقين بلغتنا العاميه نجم نقولوا احنا حتى باش نقربوه معناها للساده المستمعين. صحيح اون تيرم سيانتيفيك نسميوه ليبين كالكاني وهي تري فريكونت دو سيكس فيمينا ديما المراه تتشكى منه خاطر ديما المرأة واقفة على ساقيها ديما تتشكى ذيك علاش المعلمين السيدة اللي يخدموا في المعامل ديما تجيهم تخي فريكونت الباثولوجي هذايا. دونك من المصابات الرئيسية إكرام للثفر في الساقين هو الوقوف برشا خلينا نقولوا كيما قلنا احنا السيدة المعلمين اللي يكونوا واقفين جينيرالمون من الصباح حتى للعشية قريب في الصغيرات دونك براتيكمون اللي معناها هذيك علاش تساهم في الوجيع. اسكو هنايا إكرام الوزن الزائد ينجم هو اللي يخلي يعزز الحالة هذية؟ بالطبيعة سوربوا بارمي لي كوز تري فريكونت اللي تخلينا تعملنا الريبين كالكانيي سوربوا بحق كيف مازالينا اللي عنده سوربوا نعملوا ريجيم اليمونتيغ المارش نقصوا من الوزن نمشيو للأخصائية في مش نقصوا من معظم السوربوا ونحاولوا نقصوا بالبدا خاطر هذيك هو شنو علاج الحاله هذه؟ هل انه كيف انتم كاخصائيين علاج طبيعي تنجموا الدوي والحاله هذه ينجم ينقص الوجاع والا ينجم ينحاها كاريمون؟ بالطبيعه بتاعنا نحاولوا نقصوا منها نحاولوا نقصوا الوجاع بالسيسه بالسيسه لنحيوه الاثر. بالطبيعه ندخلوا احنا ككيني ومعنا المدفع اللي هو باش يعمل دياجنوستيك ميديكال نتاعو باش يعطيها شويه وجاع تريتمون مع احنا الكيني نقصوا بالطبيعه بالوجاع. داكو قداش نجم تدوم يعني هل انه فما حاله تكون متفاقمه على حاله اخرى اكرام؟ اي بالطبيعه يعني اذا تدخل فيها الوزن انت شنو تخدم قداش تقف من ساعه على ساقيك سوغ بوا جينيرالمون زاد اللي يعملوا دي سبورتيف انتنسيف اللي يعملوا كورس بالقوي ولا ينقزوا يعملوا سكوات بالقوي زاد هذوكم يعملوا جيا معناتها نحاولوا نقصوا منهم احنا. كل واحدة والانتنسيتي نتاعها. داكو مدة العلاج قداش تدوم من إلى من شهر لشهرين. داكو دونك معناها اللي يحسوا بالوجع هذوما اللي كنا نقولوا عليهم اللي يقول لك عندي فرف ساقية جينيرالمون ننصحهم باش يتوجهوا للطبيب يبشرهم ويعرف الحالة نتاعهم ويشخصها من ثم هو معناها تكون ويثقوا بها ويمشيوا للطبيب اللي يعطيهم هو حصص نتاع علاج طبيعي ومع الحصص نتاع علاج طبيعي ما يكفيش لازم دواء باش يعطيهم ديزونتيغ انفلاماتوار كورتيكويد اللي تنقص من الوجع.
باهي معناها مع حصص هذوما ناكدوا عليهم راه مع حصص بالطبع. العلاج الطبيعي لازم وناكدوا زاده اللي ما يمشيوش ديريكتومون وما يجيوكمش انتم كاخصائيين علاج طبيعي مباشره لازم يمشيو يعملوا دياغنوستيك. صح ديما في الكانفلاماتوار في الوجيع ديريك لازم تعمل دياغنوستيك ميديكال وقت اللي هو سبب الشخص لها الحاله نتاعها احنا وقتها نفهموا شنو نعملوا. باهي شنو النصائح اللي تنجم تعطيهم اكرام انت للعبيد اللي تعاني من الحاله ذيها لانه فما نوعيه احذيه معينه لازمهم يلبسوها حاجات يتفاديوها. اي لازمتنا نحاولوا خاطر ما تديش الميل تصير شغل الفورم نتاع البي كيما الكلي تلبس هذيك في الساقين. الفرشه خلينا نقولوا احنا نتاع الصبات الفرشه هذيك تصير سيغ ميجور شغل الفورم نتاع البي هذيك تتنقصنا من الوجيع. واللي يبراتيكيو في السبور ماذا بيهم يلبسوا الشوشور سبادريت على حسب السبور اللي هما يبراتيكو فيه. داكور ماهوش مش اي سبادريت نجموا يلبسوه بالطبيعه. صحيح واهم حاجه نوصي عليها مريم اللي هي بالحق غبو راهو تنقص من الوجيع على الاخر ماذا بينا معناتها لا سيجا ولا المعلمين واش من يعديو 3 ولا 4 واقفين على ساقيهم برشا عليه اموا عندهم بوز عندهم ربع ساعه 4 دراج بينات كل ساعه يرتاحوا فيها وبعد يعاودوا يرجعوا يقفوا من الوجيع. اكيد هذه هي الوقت برشا تزيد هي تطلط منها برشا وجيع تزيد الضعف من الوجيع هذيك وحتى معناها ممكن يولي التريتمون ماهوش عملي في الحاله هذيا. بالطبيعه اي ساعات انا كي نخدم الباسيون ترتاح لي دو سيونس ولا تخوا سيونس ديك السمين هذيك تقول لي راني ارتحت بعد تجيني السمين اللي بعد تقول لي راني فيها برن درجنو نبدا نسال فيها تقول لي راني تعبت راني عملت ميناج للدار راني وقفت برشا راني طلعت الدروج راني وقفت الخدمه هذيك نزيد احنا نرجع عباره من الصفر. بيك. أنا ماذا بينا كي نتحسنوا جست باش نستسمحك نعزي وإكرام البيب ونرجع نكمل نحكي معك. أوكي بيبليسيتي في الدنيا هذه ما فما شيء مستحيل واللي عنده حلمة